مرحبا، اليوم رح نعمل شوربة خضار مشكلة. هاي شوربة كتير فيها فوائد ومفيدة للجسم خصوصا وقت البرد. رح نعملها سوا. رح استخدم فيها بطاطا وجزر وبندورة وبصل أخضر والدجاج طبعا وبصل عادي أحمر والبروكلي وثوم مقطع وكرفس مطحون يابس. الكرفس اليابس هذا بنعمله مثل ما يعني بنجففه مثل ما بنعمل النعنع وبنيبسه وبنصير نستخدمه بهاي الطريقة. والبهارات فلفل أبيض فلفل أسود بصل مطحون ثوم مطحون واثنين مكعب ماجي وشوية ملح. أول شي بنحط زيت الزيتون. هطبخها بزيت الزيتون لتكون مفيدة صراحة. ما حطوا بنزين عادي. نضيف البصل لاحظتوا انه ضفت البصل قبل ما يحمى الزيت شوي عشان ما يحمى زيت الزيتون اكثر انا انطره زياده هيك بيطلع عشان ما يحمى كثير يعني هيك بيحمى هو البصل مع بعض حلو طيب البصل عشان يقطع قطع بطاطا وبنتو اللي يصفر شوي ويد بس نحس اوريدي صار لنا اصفر وبلشت شوي ما بتقبل بنضيف الثوم لانه طبعا البصل بيستوي قبل الثوم صار تعمل مقدار قد ايه يستوي لكيفي انت الثوم يكونوا مع بعض مصريين نفس المقدار عرفتوا؟ بنخلط فيني ملقط هلا بنضيف الدجاج خليته كبير علشان ما يذوبه ما يذوبوا معنا بسرعة لأنه بدهم يضلوا قطع تمام وبنحرك هلا بس ينسلقوا شوي بخفف النار عنهم شوي عشان ما ينشف الزيت وما يفرقوا معي بس الدجاج اخذ شوية لون انه بلش ينسلق عن النار بنضيف البطاطا كل ما تضيف شيء حكي شوي عشان ياخذ نكهة الزيت البصل والثوم هلا بضيف الجزر شوفوا ملاحظين شو بكبرتهم انا لانه بس ينسلقوا رح يصغروا شوي وانا بدي اياهم بالشوربه يكونوا كبار وممكن اللي ما بتحب تقطع بالشوربه ممكن تهرسهم جيب ماكينه الهرس المعروفه براون تهرسهم هلا بحط البصل لحظة خليت البندورة لآخر شيء لأنه البندورة بس ضيفها رح تعمل مي أنا ما بدي إياها هلا تعمل مي رح ضيفها قبل ما أضيف المي بشوي عشان بس نسميها هاي أنا بنقلب الزيت شوي بتحمر شو بدنا فيه بلون يعطوا الزيت خليني الغطا شوي نغطي البخار علشان ما يطير والفوايد ما تروح مننا هلا بتلاحظوا نشف الزيت معي يعني بتعبى بالبصل والجزر والدجاج تمام قوم بيت البندورة لانه هلا صار بدي مي ونضيف البهارات مع الماجي بالقطع والكرفس اليابس والملح هلا ضيف المي
طبعا انا غالي المي قبل مثل ما تعودتوا معي، بحب المي تكون مغليه عشان ما يخرب معي الاكل، لان انا اوريدي مسخنه الاكل يو نو، فبحب اضيف فوقهم اوريدي مي مغليه. بحركهم وبنطرهم لينسبقوا وبيجهزوا، وقبل ما تطفي تحتهم يعني شي ربع ساعة نص ساعة ضيف البروكلي، لأنه البروكلي بيستوي دغري دغري بيدوب، فما راح احطه طوالي معهم. هلا بدهم انطر لتغلي المي وينسلقوا شوي، واخر شي بضيف البروكلي. وهلا بنضيف البروكلي بعد ما الدجاج تكون سلق واغلب المواد سلقت الخضار، بنضيف البروكلي. ولاحظوا خليتهم كبار لأنه البروكلي بيدوب بيصير صغير، فخليته كبير عشان قد ما داري ضل في نكهة. تمام؟ وهيك بتكون خلصت الشوربة. أنا عملت لكم درس عن المشموم وفوائد المشموم، لحط لكم لينكو تحت عشان تشوفوه. رح ناخد شوية مشموم بهاي الطريقة، قلت لكم بينفع كثير مع الشوربة. نقصه بهالطريقة طبعا طازة، اوكي، وبنحطه بهاي الطريقة. شموا الريحة بس مع جملها، بيعطي ريحة طيبة للشوربة. وهيك بتكون الشوربة جهزت. وصحتين وعافية على الجميع، وما تنسوني من الشير والسبسكرايب واللايك. إذا عجبتكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.